عندك ابغي خرج حاجه. احنا كسابه هنا كنديروا هاد البهيم ديما، الاثمنه زايده شويه، وين كاين المليح كاين، وكاين اللي تيجي دابا تيقول لك لا العام اللي فيت خضيت بكذا وكذا، وين راه الوقت كتبدل، راه الوقت كدور، ماشي عام الاول هو هذا العام، كل عام ورزقه، العام ورزقه. والناس اللي تتعلف العلف النقي والعلف مزيان راه زايده السلعه عندها شويه، والناس اللي جايباها من هكا كتعاد دير معاه راه وما كاينش الربيع هذا العام. الربيع في بعض المنطقات كاين في فاس وفي مكناس وبلايص اخرين بحال توانا، حنا جيت الشماعيه وداك الشيء ما كاينش. البهيم اللي جتها من الديبار وهي في العلف شحال غتقام عليك؟ ضروري من داك الشيء، هذا الشيء اللي كاين، وهذه هي حرفتنا حنا، كيخسرنا كيربحنا، كل عام ما كنتخلاوش على هذا الشيء. تابع ليه الجفاف، الرويزه دابا والشمندر النخاله كتكون بثمن تصبح بثمن، النخاله كتكون ب 100 درهم تصبح ب 26 100 ولا ب 25 100، الشمندر تيكون ب 3000 تصبح ب 3500 ولا 4000، داك الشيء من العلف. كون كاين السرح وكاين داك الشيء غادا تكون الكسيبه طايحه. دابا الكسيبه كل شيء من الجيب، اش استافد؟ ما كاين ما استافدش. تيعطوهم الرويزه بشحال تيحسبوها لهم في الاخر، ولا تيخرجوا لهم الخلاص، تيخرجوا لي 3000 ولا 5000 يخلصها في الشهر، شحال بغا يشد كاع تاع الرويزه. هادشي اللي كاين اللي خارجه لي 30 خنشه، كاين اللي خارجه لي 20، اش بغا دير ليه؟ ما كاين ما دير ليه، والفلاح ديما واكل العصا. هادشي اللي عطى الله. راه السوق هي 114 110 106 104 حتى ل 100 اللي عندي هنا. كاين شي بعضين بيعتهم ب 84 86، ايوا هادشي اللي عطى الله. اه سردي، خروف سردي ديال الرحام من منطقة بنكريب. الناس اللي ما عارفينش اللي كتبت لي شي حاجة راه كيجي يديها، اللي عارف راه كيدي، واللي ما عارفش راه كيقول لك غالي، وهذا هو الهدف ديالي. أنا نعطيه نخيرو، نعطيه حاجة ديال الجواد ديال المعقول، ماشي ما كاينش الديفو ولا شي حاجة أبدا. والديفو هو الإنسان ما يكذبش واللي كاين. إيوا هذا هو الهدف ديالنا. وداك الشيء مثلنا كاع حسبنا ليه من نهار 7 شهور هما كياكلوا، مثلنا حسبنا ليه، مثلنا درنا حتى حاجة، عندنا باركينا على العلف، مرة يعلف مرة نقولوا اليوم غدا نمشي، وتاجلنا لهاد البلاد هنا. حتى مرة قلت لك راه من 114 حتى 84. هذاك الشيء اللي كان السردي هو اللي كيتباع كاع، هو اللي كيمشي بالثمن كاع، وحنا كنزيدوا فيه الثمن كاع في المشرم اللي نبغوا نشريوا، كنزيدوا فيه الفلوس شويه ونكسبوا ونعشقوا العباد. راه يتقام عليك، راه يتقام عليك الا بغيتي تتبعوه، هو راه ما تقدكش ليه حتى 80 ما تقدكش ليه. هاد العام داز العام ناقص شويه، العالف ما كاين ربيع، ما كاين زراعه، ما كاين حتى حاجه، العالف صحيبي صافي ما يخرجش من الدار. واش بغيت نقول لهم؟ ما نقول لهم حتى حاجه، اش بغيت نقول لهم؟ الله يكون في العوال علينا وعليهم. حنا فكينا راه كنفكوا، ما فكينا راه كيسوقك يدي لك رزقك وتمشي بحال هكا. اش بغيت؟ ها اول عام هذا فاش جيت انا هنا، اول عام وما قيمة كاينش هادي. شحال انت تشوف هادي؟ راه جينا مع 3 ايام هادي، يلاه بعنا مع 10 ولا مش شحال اللي بعد، كنا نبيعو جوج ثلاثة أربعة. 114 واش بعتي واحد؟ اه ها واحد، والاخرين طايحين شوية عليه، طايحين شوية. كاينة 100، قلت لك 104 106 102، هادشي اللي كان ما كنقدو نخسرو حتى واحد. بنادم كيتلاقى معاه كي اقل ثمن، هي قلت لك راه كاينه تل 80 تل 82 اقل ثمن. اه هادشي اللي عاد كسيبه اخويا، غاليه الكسيبه هاد العام من العلف ومن كل شيء، هو هادشي اللي عطى الله تعالى. الكسيبه هاد العام غاليه، من الثمن كاين من 70000 والفوق، حتى 120 140 130 حتى 160، شوية 80، غير شوية. تبيع انتوما الكيلو ولا تبيع؟ لا تنبيعو غير الخروف ديري. حنا داك الشيء ما نعطوك عليه اخبار، حنا غير كساب. الفرق ما كايناش، البهيم قليلة، البهيم ما كايناش، هاد الشيء اللي عطى الله. هاد البهيم ديال الولاد ديال الحاج عياد، من لاندري زاوية لاندري، ايوا هاد الشيء اللي كاين. ياكل الكبش، ياكل واحد 20 درهم في النهار، ياكل الشمندر الرويزه
النخاله الفصه هادشي اللي كاين. هذا هو العلف. هاد العام غاليه كسيبه من الضيبع. كسيبه ديال خروف صغير 60,000 70,000 غير صغير. الناس راه ما عارفه هو تيجي تيسوق لك الراجل تيقول غاليه البهيم. البهيم راه ما عارفاش هو بشحال مشريه ولا قيومه بشحال طالعه على مواليها ما عارفش هو. عاد يقول لك غاليه وصافي.